كما تصحبنا في لغة الإشارة عايشة علي. أهلا بك عزة. أهلا استقبل بك. رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني صباح اليوم بالقصر الرئاسي السيد فراندو كراند مورسكا كوميز وزير الداخلية الإسباني رفقة السيدة إلفا جوهانس مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية وفد هام. جرت المقابلة بحضور السيد محمد سالم المرزوق وزير الداخلية والمركزية والسيد محمد أحمد المحمد الأمين مدير ديوان رئيس الجمهورية والسيد محمد محمود ولمات مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والسيد هارون تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية وسعادة البروفيسور كان بوبكر سفيرنا لدى المملكة الإسبانية وسعادة السيد جيسي سانتو إكوادو سفير إسبانيا وسعادة السيد جيكامو ديرازو السفير مندوب الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا. كما أجرى الوفد الإسباني والاتحاد الأوروبي لقاء مع الوزير الأول السيد محمد البلال بمكتبه في الوزارة الأولى. بحث اللقاء علاقات التعاون بين بلادنا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأدرى الوزير الإسباني بعيد اللقاء لقناة الموريتانية بتصريح أكد فيه أن بلاده تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها الاستراتيجية مع موريتانيا. Tout d'abord, je voudrais transmettre les salutations du président du gouvernement espagnol. أود في البداية أن أنقل تحيات رئيس الحكومة الإسبانية الذي يحتفظ بذكريات طيبة من سفره إلى موريتانيا يوم 29 يونيو. وفي هذا الصدد فإن إسبانيا تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها الاستراتيجية مع موريتانيا، تلك العلاقات المتينة والعميقة القائمة على شبكة قوية من المصالح المشتركة والأهداف المتقاسمة. إن علاقاتنا ليست فقط علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية فحسب، ولكنها تشمل قضايا من صميم اختصاص وزارة الداخلية الإسبانية التي أقودها. فهناك قائمة واسعة من العوامل تجعل من بلدينا شريكين وحليفين علاوة على علاقات الصداقة والجوار. وتترجم زيارتي الحالية لموريتانيا إرادة حكومتي البلدين في مواصلة تعميق برنامجنا المشترك، وأصر في هذا الصدد على تزميني لنوعية الاستقبال الذي حظينا به والصراحة التي طبعت مباحثاتنا مع رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية واللامركزية، والطبيعة الإيجابية والأخوية التي اكتنفت تلك المباحثات التي تعززها شراكة نثمنها ونعمل دائما أن تشكل عامل تقارب بيننا. علاوة على ذلك فإن إسبانيا تثمن حضور مفوضية الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي معنا اليوم، مما سيعزز الرسالة التي نحملها والتي ليست إلا العمل المشترك من أجل التصدي لمجمل التحديات التي نواجهها. لقد نقلت لرئيس الجمهورية شكر إسبانيا على إرادته من أجل العمل لصالح شعبين الصديقين، وأكدت له في هذا الصدد أننا نتقاسم هذه الإرادة. بدورها قدمت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية تشكراتها لرئيس الجمهورية على الترحيب الحار، مشيرة إلى أن اللقاء سيمكن الاتحاد الأوروبي من المشاركة مع دولة محورية كموريتانيا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. أشكر فخامة رئيس الجمهورية على الترحيب الحار وعلى الجو البناء الذي اكتنف اللقاء، كما أعبر عن امتناني للوزير الأول ووزير الداخلية واللامركزية، وأنا مسرورة بهذه الفرصة التي مكنتني من السفر مع وزير الداخلية الإسباني باعتبار مهمته في موريتانيا من أولويات الاتحاد الأوروبي، مما سيمكن من المشاركة مع دول محورية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. إن هذا اللقاء يدخل في إطار خطة استراتيجية لمدة 100 يوم تم رسمها بالتعاون مع عدة دول إفريقية، وهنالك توجه من الاتحاد الأوروبي لتخصيص مبلغ 48 مليون أورو من مجمل برامج التنمية من أجل تعبئة الموارد لدعم موريتانيا في مجال التنمية، منها 12 مليون أورو سيتم تخصيصها لدعم جهود موريتانيا
في مجال برنامج الصحة لمواجهة كوفيد-19 في نوفمبر المقبل، وأجدد تعهد الاتحاد الأوروبي بإكمال طريق نواكشوط روسو الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لموريتانيا، وأؤكد مرة أخرى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود موريتانيا في مجال التنمية. وكان الوفد الإسباني الأوروبي قد عقد صباح اليوم جلسة عمل بمباني الوزارة مع وزيرنا للداخلية واللامركزية سيد محمد سالم والمرزوق. ضم الوفد رفيع المستوى وزير الخارجية الإسباني ومفوضة الاتحاد الأوروبي. عزة، وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيزه خاصة في المجال الأمني. هنا بمباني وزارة الداخلية واللامركزية، حيث كان توجد الوفد الذي يترأسه وزير الداخلية الإسباني السيد فرناندو غراندي مارالاسكا غوميز، رفقة مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية السيدة إلفا جوهانسون، وذلك ضمن الزيارة التي يقومان بها حاليا لبلادنا. وبقاعة الاجتماعات بالوزارة عقد الوفد جلسة عمل مع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم المرزوق، تم خلالها استعراض مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون وسبل تعزيزه خاصة في المجال الأمني. وقد تناول الطرفان تقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين مختلف الأطراف والتي تمس مجالات متعددة كمكافحة الإشارة غير النظامية وتدريب وتجهيز قوات الأمن وكذا إدارة الحدود وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي ضوء التهديدات القائمة والجديدة التي تظهر من حين لآخر، خاصة قضايا الانتشار بالبشري والجريمة العابرة للحدود، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز وتوسيع دائرة التعاون في مجال تسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين من خلال دعم قدرات الاستجابة والتدخل لدى قوات الأمن. وإلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث اختتم